اوكي، سبق ونزلت فيديو لا تشتري سامسونج اس 20، اعتقد هذا اسمه، راح اخليكم الاسم صندوق الوصف، وشرحت بيه ليش انه ما لازم تشتري هذا السامسونج. لكن اليوم انا جاي اقول لكم لا تشترون سامسونج نوت 20. طبعا العادي مو الالترا، لان سامسونج بهاي السنه نزلت 2 نوت، واحد نوت 20 العادي بدون اي شيء، واحد نوت 20 الترا. لكن قبل ما نبدا الفيديو ونحكي عن الاسباب، لازم اقول لكم على شغله، انه اني من عشاق شركه سامسونج، وخصوصا فئه النوت. وحتى من غيرت من ردت اغير من الايفون للاندرويد بعد 8 سنوات من استخدام اي او اس، قررت انه اختار سامسونج، وقررت انه اختار النوت بالتحديد. طبعا النوت 9 واحد من احلى الموبايلات اللي سوتها سامسونج، واحد من احلى الموبايلات اللي انا استخدمتها بحياتي. لكن نعوف النوت 9 هسه على صفحه ونحكي عن النوت 20 اللي اقول لكم وبكل ثقه انه لا تشتروا لاسباب هوايه وراح اتطرق لها مباشره. اول شيء هو سعره 1000 دولار، والمشكله طبعا مو بالسعر، المشكله بالمواصفات اللي بتجي ويا السعر. مثل ما تعرفون ان النوت من فئه الفلاكشيب فونز، يعني لا هو من فئه الاسعار المتوسطه ولا من الرخيصه، والألف دولار بفئة الفلاكشيب فون صار في شيء عادي، يعني كل الموبايلات وكل الشركات قامت تسوي هذا الشيء، التسعيرة تصعد يوم عن يوم. لكن المشكلة مثل ما قلت لكم مو هنا، مو بالسعر، لأنه هذا السعر طبيعي بالنسبة لتليفونات فلاكشيب فونز. لكن النوت يا أصدقائي إجا بسمعة الفلاكشيب فونز، ولكن هو يحمل مواصفات الفئة المتوسطة. من أشتري موبايل بألف يورو أريد أحس بهذا الشعور على أصابعي، أريد أحس إنه أنا شايل موبايل غالي. لكن مع الاسف هذا النوت اجى بظهر من البلاستيك، وسامسونج تسوق لنا على انه هو بلاستيك بريميوم. ادرى سامسونج مو بعد ما عودتينا على الزجاج لفتره طويله، تجيني اليوم تسرقين هاي الميزه وتتراجعين. وطبعا النوت العادي يجي بشاشه 1080 بي بتردد 60 هرتز. 60 هرتز حتى الموبايلات الرخيصه قامت تجي ب 90 هرتز، فهذا الشيء غير مقبول، هذا تراجع غير مبرر لجهاز سعره 1000 دولار. حتى الشركات اللي قامت تسوي اجهزه رخيصه قامت تخلي شاشه بتردد 90 هرتز، ون بلس نورد 90 هرتز، بيكسل 4a 90 هرتز، وهي مجرد مثالين من اجهزة اندرويد التي لا تعد ولا تحصى. يعني خياراته هواية، فليش ادفع 1000 دولار على فشي مو بريميوم اصلا؟ ما يتوقف الموضوع هنا، فسامسونج تستخدم زجاجة امامية عمرها سنتين، غوريلا كلاس 5، بينما النوت الترا يستخدم غوريلا كلاس 7 الاخيرة، وحتى النوت 10 يستخدم افضل من هاي اللي تستخدموها هاي السنة غوريلا كلاس 6. فهذا التراجع يعني بدأ افهم شلون واحد يتراجع، انه بدل ما يصنع في شيء افضل لا يتراجع للوراء، يعني زجاجة مال قبل سنتين مو مال نفس السنة. لو مستخدمون نفسها كان قلنا اي اوكي بيها باب وجواب، لكن مال سنتين فشي مو مفهوم صراحة. والشيء الثاني اللي كان دائما يميز اجهزه سامسونج وخصوصا النوت وغير فئات، هو منفذ المايكرو اس دي كارد اللي ما زال موجود بالنوت الترا، لكن لغوه من النوت العادي، والنوت العادي اقصد به هنا اللي ب 1000 دولار. طبعا الميزه الثانيه اللي مو موجوده واللي انضافت حديثا للالترا هي ميزه نقل الملفات بسرعه فائقه، وهاي الميزه ما شملت النوت العادي. فهذا واحد من الاسباب اللي انه الابجريد الموبايل لازم يصير له ابجريد، لازم يصير له تحديث. شنو التحديث اللي دخل على هذا النوت عن النوت العام الماضي؟ انا اشوف بالعكس النوت العام الماضي هو افضل، ما زال افضل. بالنسبه للقلم صح اكو صار بيه تحسن عن العام الماضي بعد ما كان تقريبا 42 ملي ثانيه وصار 28 ملي ثانيه بالنوت العادي، لكن ما زال اكو فرق بينه وبين النوت الترا. فالنوت الترا صار 9 ملي ثانيه، يعني افضل بهوايه مثل الابل بنسل. هذا واحد من الفوارق اللي نحكي عليها الان بين النوت والنوت الالترا. صحيح انه لازم يكون فوارق بين جهاز وجهاز، لكن هاي فوارق شاسعة اعتقد، يعني خصوصا لما يكون جهاز سعره 1000 دولار واكثر، بعد الضرائب في بعض البلدان يكون اغلى من 1000 دولار، ممكن يوصل الى 1100 1050 على حسب، يعني عندنا في بلجيكا 1000 يورو 1000 يورو اكثر من 1000 دولار، فهذا الشيء غير مقبول. فكل هاي الامور لو اجتمعت راح تقول انه النوت ما يسوى 1000 دولار، لان اكو هواي موبايلات بنفس المواصفات واحسن وبسعر ارخص، خصوصا فئة اندرويد، لان انتم مو شركة ابل حتى تقول مثلا احنا نزلنا موبايل مثل ما نزلوا موبايل الاس اي وهذا هم يسموه الموبايل الرخيص وخلاص بالنسبة لهم هذا رخيص، لان هذا يحمل نظام اي او اس، ماكو اي شركة ثانية تسوي نظام اي او اس، انتم تحملون نظام اندرويد، نظام اندرويد يعني خيارات هواية، فما اعرف شنو هالثقة انه تبيعون هذا الموبايل 1000 دولار. اوكي هسه على الاقل لو حابين تاخذون النوت الجديد فانصحكم تاخذون النوت الترا وتعوفون النوت العادي
وممكن سنة الجاية راح يجي نوت أفضل من هذا وسامسونج تتجاوز أخطائها. وإذا تقولون أنه 1300 أو أكثر ممكن يكون هذا السعر كلش غالي بالنسبة لكم، فأنا أفضل أنه تأخذون الأس 20. الأس 20 ما زال أفضل من النوت الحالي، أو حتى النوت 10 مال العام هو أفضل بمواصفات أفضل، ما بي بلاستيك زجاج يحمل، وغوريلا جلاس 6 أفضل من الخمسة مال أول العام، فهاي المواصفات غير مقبولة بجهاز سعره 1000 دولار. مع الأسف الديزاين كان كلش حلو، فشي جديد وإضافة جديدة، الشكل كمظهر أوكي يعني جدا جدا جميل، لكن هاي الأمور اللي بسيطة الزجاج ولا الشاشة ولا أمور ثانية من مايكرو اس دي كارد، اللي واحد من الأسباب اللي خلتني أغير من الآيفون للأندرويد، وهواي أمور ثانية يعني هاي الأمور البسيطة اللي ممكن تشوفها سامسونج بسيطة واللي سامسونج ممكن تتجاوزها وتعتقد إنه هي سيطرت على السوق، لا لازم يعون، وكل الشركات لازم تعي إنه خلاص إنه الناس صار لها فكرة وقامت تتميز بين السمارت فون الزين والسمارت فون الموزين. هذا كان رأيي الشخصي يعني النوت 20. اتمنى انه السنه الجايه سامسونج تعوضنا في شيء افضل بهوايه، لاني ما زلت اشوف انه الديزاين حرامات تكون بهاي المواصفات لانه كلش حلو. طبعا هذا الفيديو القصير مجرد كان رايي على السريع، راح اخلي لكم الفيديوهات اللي قلت لكم عليها بصندوق الوصف، اتمنى تشوفوهم وتعطوني رايكم بهن. واذا كانت عندكم فكره مختلفه عن النوت الجديد اتمنى ان تدخلوا لي بالتعليقات وتقولوا لي اذا كان يعجبكم او لا. لا تنسون الاشتراك بالقناه ودعم الفيديو من خلال اللايك. سلام.